استلم الهلال الأحمر المصري شحنة المساعدات الإنسانية القادمة من دولة الكويت بميناء سفاجة البحري والمتوجهة إلى أهالي غزة. تحتوي الشحنة على 21 شاحنة محملة بخيام وبطاطين وملابس وغذاء، وقد تم خروج الشاحنات الخاصة بالمساعدات من ميناء سفاجة البحري بعد إنهاء كافة الإجراءات والتصريح الأمنية اللازمة، وتوجهت في طريقها إلى ميناء رفح البري.